السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم قناة عالم معرفة والطب. النهاردة الموضوع اللي هنتكلم فيه موضوع مهم جدا، وموضوع الكحة والسعال، وخصوصا إن الكحة والسعال بتبقى مصاحبة لأمراض كتيرة جدا، منها أمراض البرد والأنفلونزا والتهاب الشعب الهوائية وأمراض كتيرة لا عدد ولا حصر لها. وأنواع الكحة نوعين تحديدا، الكحة الناشفة والكحة اللي هي طرية، اللي هي ببلغم، اللي هو بيسموها الكحة ببلغم. حضرتك تابع معانا الموضوع للآخر، ولو أول مرة تشوف قناتنا نرجو إن حضرتك تشرفنا وتنورنا بالاشتراك في القناة علشان خاطر تستفيد بكل المواضيع المهمة عليها. القناة مهتمة بمجال الصحة، بتدار بواسطة صيدلي متخصص طول الوقت موجود، ولو عند حضرتك أي سؤال حطه في الوصف وهرد عليه إن شاء الله. وفضلا وليس أمرا، لو أعجبك الفيديو حاول تشيره على كل مواقع التواصل الاجتماعي عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. الأول هنتكلم عن الكحة الناشفة. الكحة الناشفة ليها سببين اتنين. السبب الأول إن يكون في التهاب في الأحبال الصوتية، وده نتيجة نقص معدنين مهمين جدا، الكالسيوم والمغنيسيوم. والكالسيوم تحديدا بيبقى موجود على صورة الكالسيوم لاكتيت. الكالسيوم لاكتيت احنا بنحصل عليه من طرق طبيعية، الزبادي والجبن والأجبان والألبان. فبالطريقة ديت لو احنا خدنا زبادي أو ألبان أو جبن ممكن مفعول الكحة بيقل أو بيروح. السبب التاني إنه ممكن يكون فيه التهاب بكتيري، وفي الحالة ديت احنا بنعالجه بطريقة طبيعية خالص. ممكن نعالجه بإن احنا نعمل غرغرة بليمون، نتغرغر بليمون، وده بيعمل نتيجة كويسة جدا في علاج موضوع الكحة الناشفة. أو إن احنا الطريقة التانية وأنا كنت بجربها مع أولادي، بتجيب حضرتك كوباية شاي، بتعمل شاي خفيف جدا وتحط عليه ملح وتعصر عليه ليمونة وتتغرغر بيه، بس حاول ما يتبلعش، لأنه لو اتبلع بيخلي الواحد يتآية ويجيبه له في بطنه كله. فطبيعي إنك أنت تعمل الغرغرة ديت، بتجيب نتيجة ممتازة جدا جدا. بالليل بقى ممكن نستعمل بذور الشبت، نقوم بغليها ونشرب مشروب حوالي 150 ملي من مشروب بذور الشبت، بيجيب نتيجة ممتازة جدا جدا في الكحة. وتاني يوم هتلاقي نفسك صحيت بعد ما اتعملت الغرغرة بالليمون واستعملت بالليل بذور الشبت، هتلاقي نفسك الصبح صحيت كويس جدا. بس الصبح تاخد برضو كوباية تانية مغلية من بذور الشبت، وبالليل كذلك هتنتهي موضوع الكحة الناشفة عندك تماما. لو كنت بتعاني من الكحة الناشفة مدة طويلة، فالعلاج ده بإذن الله هيكون فعال جدا جدا ويجيب نتيجة كويسة مع حضرتك. نيجي للحاجة التانية اللي هي الكحة الطرية أو الكحة المبلغم. الكحة المبلغم بتتراوح درجة البلغم من اللون الأبيض للون الأصفر، وده نتيجة أي التهاب ميكروبي، درجة الالتهاب الميكروبي اللي عليها حالة المريض. في الحالة ديت بنعالجها بطريقة برضو طبيعية تماما، ان احنا بنجيب عيدان القرنفل ونغليها، ونغلي علاج عيدان القرنفل لمدة دقيقة او دقيقتين، وبعد كده بنحط عليها اوراق الزعتر او الريحان ونغليها لمدة نص دقيقة مع عيدان القرنفل ديت، وبنشرب المشروب دوت، بيجيب نتيجة طيبة وممتازة جدا وبيقضي على موضوع الكحة ببلغم. طبعا لو حاسس انت ان في التهاب، يبقى الافضل ان حضرتك بتاخد معاهم مضاد حيوي او مضاد للحساسية. في حاجة تانية بنستعمل فيها التوم، والتوم انا عامل عنه موضوع كامل، حضراتكم هتلاقوه فوق عند علامة حرف الاي، هتقرأ موضوع التوم كامل هيعجبك اللي فيه. التوم احنا بنطحنه مع البصل وبنطحنه مع الشبت
ونقطع عليهم كمية من الطماطم، وبنعمل نوع من أنواع السلطة، وبتاكله حضرتك هنيئا مريئا. بتلاقي نفسك بدأت تعرق، وجسمك بدأ الالتهاب يروح، والعرق ده الدليل على إن الالتهاب راح. فبكده يكون احنا عالجنا نوعين الكحة بطريقة طبيعية وبدون اللجوء إلى الأدوية. وبإذن الله تكون دايما صحتكم وأسركم في خير وسعادة. أشكركم، وأتمنى اللي عجبه الفيديو يشيره لأصدقائه على الفيسبوك وعلى كل وسائل التواصل الاجتماعي. وأي سؤال حضراتكم حطوه في التعليقات وهجاوب عليه، واللي ما اشتركش في القناة يتفضل اشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحياتي دكتور محمد أبو المجد، قناة عالم المعرفة.